السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، واللي هنتكلم فيه النهاردة عن أرقام قياسية بعد فوز منتخب فرنسا على منتخب إنجلترا في كأس العالم قطر 2022. فتأهل تاريخي وأرقام مميزة لحارس مرمى منتخب فرنسا والنجم الكبير جريزمان. فخليكم معانا لغاية اخر الفيديو عشان تعرفوا ايه هي الارقام القياسية اللي حققها منتخب فرنسا بالفوز على منتخب انجلترا. فانتزع منتخب فرنسا تأهل ثمين وتاريخي الى الدور نصف النهائي من بطولة كاس العالم قطر 2022 على حساب نظيره الانجليزي، فيما حقق عدد من اللاعبين وعلى رأسهم هوجو لوريس وجريزمان نجمي فريق فرنسا عددا من الأرقام المميزة. ففاز منتخب فرنسا على إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي كانت بتقام على استاد البيت في الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022 عشان يتأهل عشان يلاعب منتخب المغرب في الدور نصف النهائي. ويعتبر فرنسا أول حامل للقب كأس العالم يصل إلى الدور نصف النهائي منذ البرازيل عام 1998 لما تأهل وقتها البرازيل إلى النهائي وواجه فريق فرنسا نفسه. كما بات منتخب فرنسا ثالث أكتر منتخب يتأهل إلى الدور نصف النهائي بعد ألمانيا والبرازيل. وحقق النجم كريزمان عددا من الأرقام القياسية لعل أبرزها أنه أصبح أكتر لاعب يصنع أهدافا لمنتخب فرنسا في كل البطولات ب 28 تمريرة حاسمة بعد ما صنع هدفي في مباراة اليوم. أما لوريس فأصبح الأكثر مشاركة بقميص المنتخب الفرنسي بعد ما خاض مباراته رقم 143 متخطيا ويليان تورا. وفي الدقائق اللي جاية هنتكلم عن أبرز حقائق حصلت بعد مباراة فرنسا وإنجلترا. فجود بيلينغهام بعمر 19 عام و164 يوم هو أصغر لاعب يشارك كأساسي مع منتخب إنجلترا في الدور ربع نهائي في كأس العالم، متفوقا على وين روني اللي شارك في عمر 20 عام و250 يوم في 2006. أما هوجو لوريس فبيشارك مع منتخب فرنسا للمباراة 143 في كل البطولات عشان يصبح بكده أكتر مشاركة مع منتخب فرنسا عبر التاريخ متخطيا رقم ليليان تورام. وهاري كين بيحقق رقم قياسي بارتداء شارط قيادة منتخب إنجلترا في كأس العالم للمباراة 11 أكتر من أي لاعب آخر. أما تشاوميني فهو تاني لاعب يهز شباك إنجلترا في كأس العالم 2022 بعد ما عملها الإيراني مهدي طارمي. وتشاوميني هو خامس لاعب من ريال مدريد لمنتخب فرنسا في كأس العالم بعد كوبا وزيدان وبنزيما وفاران، فقط بوردو بيمتلك لاعبين أكتر بست لاعبين. وتشاوميني بيسجل أول أهدافه الدولية مع منتخب فرنسا. أما منتخب فرنسا فيفوز في 12 مباراة متتالية في كأس العالم تقدم فيها بالنتيجة. آخر مرة فشل في الفوز بعد التقدم كان أمام منتخب إيطاليا في نسخة 2006. وجريزمان يصبح أكثر لاعب في تاريخ منتخب فرنسا صناعة للأهداف ب 28 هدف بتمريرات حاسمة
بعدما كسر رقم زين الدين زيدان اللي كان 26 تمريرة حاسمة، وتيري هنري اللي كان 27 تمريرة حاسمة بتمريرتين في مباراة انجلترا. وجريزمان هو تاني لاعب بيشارك في 17 مباراة متتالية مع منتخب فرنسا في كأس العالم بعد حارس المرمى بارتيز. وجريزمان ساهم في 14 هدف في المباريات الإقصائية في البطولات الكبرى، سجل 9 وصنع 5، أكثر من أي لاعب فرنسي آخر. وجريزمان ساهم في 18 هدف في كل البطولات الكبرى مع منتخب فرنسا، فسجل 11 هدف وصنع 7 أهداف عشان يتخطى رقم فونتين الأكثر مساهمة ب 16 مساهمة ب 13 هدف و 3 تمريرات حاسمة. وكيليان امبابي بيشارك مع منتخب فرنسا في المباراة رقم 12 بكأس العالم، فقط الأرجنتيني ماريو كيمبس اللي شارك في مباريات أكتر بكأس العالم قبل أن يتم عامه الـ 24 وهو كان 13 مباراة. أما هاري كين بيسجل هدفه الـ 53 لمنتخب إنجلترا في كل البطولات عشان يعادل رقم واين روني الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا. وهاري كين أيضا بيساهم في 5 أهداف في كأس العالم 2022، فهو سجل هدفين وصنع 3 أهداف وهو ثالث أكثر لاعب مساهمة بالأهداف بعد كيليان مبابي نجم فرنسا ب7 أهداف وليليون ميسي قائد منتخب الأرجنتين ب6 أهداف. ومنتخب إنجلترا بيسجل 13 هدف في نسخة واحدة من كأس العالم لأول مرة في تاريخه. ومنتخب فرنسا بيهزم نظيره إنجلترا لأول مرة في كأس العالم، حيث فاز منتخب إنجلترا في المباراتين السابقتين 2-0 عام 1966 و3-1 عام 1982، والمباراتين كانوا في دور المجموعات. ومنتخب فرنسا خسر مباراة واحدة من آخر 9 مباريات أمام إنجلترا في كل البطولات، ففاز في 6 وتعادل في 2، والاستثناء الوحيد كان الهزيمة 2-0 في مباراة ودية كانت عام 2015. ومنتخب إنجلترا بيخرج للمرة السابعة من أصل 8 مباريات إقصائية في كأس العالم أمام منتخبات أوروبية. ومنتخب فرنسا بيتأهل للمرة التاسعة من أصل آخر 10 مباريات إقصائية في كأس العالم أمام منتخبات أوروبية بما في ذلك مباريات المركز الثالث والنهائي. وتميمة كيليان مبابي مستمرة، فمنتخب فرنسا لم يخسر في 14 مباراة بدأها مبابي أساسيا في البطولات الكبرى في كأس العالم وأمم أوروبا، حيث فاز في 11 وتعادل في 3، كما فاز في المواجهات العشرة التي بدأها في كأس العالم فقط. ولا يوجد لاعب سجل أهداف من ركلات جزاء في كأس العالم أكثر من هاري كين اللي سجل 4 أهداف. وهذه هي سابع مرة بيخرج فيها منتخب إنجلترا من الدور ربع النهائي لكأس العالم أكثر من أي منتخب آخر. ومنتخب فرنسا بات أول حامل لقب يصل إلى الدور نصف النهائي منذ البرازيل عام 1998. ومنتخب فرنسا بيتأهل للدور نصف النهائي من كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه، فقط ألمانيا 12 مرة والبرازيل 8 مرات تأهل أكثر منه. وآخر كلامنا أن منتخب فرنسا أول فريق في تاريخ كأس العالم بيحقق الفوز رغم احتساب ركلتي جزاء ضده
منذ بدء جمع الإحصائيات في عام 1966. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن أرقام مميزة بعد فوز فرنسا على إنجلترا في كأس العالم قطر 2022. في النهاية بنبارك للمنتخب الفرنسي بالفوز والوصول إلى الدور نصف النهائي لملاقاة المنتخب المغربي، ونقول له كفاية عليك كده يا ريت عشان يوصل منتخب المغرب إلى الدور النهائي ويصبح أول فريق عربي يصل إلى الدور النهائي في كأس العالم وتاريخ البلاد العربية بالكامل. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، مع تحياتي لكم جميعا، كريم جمال الدين.